مثل ما تقريبا يمكن كلكم سمعتوا بها المرض يلي كتير عم ينحكى فيه مؤخرا، وعم نقوم بكتير حملات كرماله للتوعية ضد هذا المرض، مرض التصلب الجانب الضموري أو الاي ال اس. رح نعرف عنه أكثر مع روابي على صحة السلامة. هاي رولا. بونجور. اهلا. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. اليوم مثل ما قلتي رولا بدنا نحكي عن مرض الـ ALS اللي هو مرض التصلب الجانبي الضموري اللي هو عم بيصير بالعالم هلا حمله توعيه على هالموضوع، وخصوصا عم بيكون في فند ريزنج او مثل جمع تبرعات واموال ليكون في بحث علمي اكثر عن هالموضوع، لانه بعد هالمرض في اسئله كتير العلم بعد ما جاوب عليها فعلا شو أسباب المرض، وما في علاج لحد هلأ، فبعد نحن بحاجة لريسيرش أكتر وأبحاث لحتى نوصل لجواب. نعم. نحن بلبنان بدنا نحكي عن هالموضوع، وكمان عم نساهم بالآيس باكيت تشالنج لحتى على الأقل نعطي دعم لهالحالة اللي كمان أنت حتشاركي فيها. أكيد رح يشوفوا أكيد المشاهدين هلأ بعد الحلقة. أكيد. ضيف اليوم دكتور إيلي عساف، مختص بأمراض الدماغ والجهاز العصبي. صباح الخير دكتور عساف. مرض الـ ALS او مرض التصلب الجانبي الضموري، اوكي، مع انه مرض كتير نادر بس تاثيره كتير قوي، يعني كنا عم نحكي انا وياك قبل الهوى عم نقول انه قد ايه هو نادر، لكن قد ايه في اشخاص حولنا بنعرف انه المصابين بهالمرض، وكنت قلت لي انه 3 أطباء لامعين بنيورولوجيست بجهاز العصبي بلبنان مصابين بهالمرض لهالاسف. شو هو هالمرض؟ هلا المهم كثير انه الناس ما يخافوا من كلمه التصلب، يفرقوا بين التصلب اللويحي المتعدد يلي هو المالتيبل سكليروزيس والتصلب الجانبي الضموري يلي هو الاس ال اي، لانه في فرق شاسع بالتشخيص بالنتائج وبالعلاج بين هالمرضين. لحسن حظنا هيدا المرض جدا نادر، يعني اذا بناخذ الاحصاءات بين 1 إلى 2 من اصل 100,000 بالعالم بينصابوا. نعم. ما عدا استثناء بعض الجزر بالباسيفيك يلي لها علاقه بالوراثه، خاصه جزيره غيام. يلي لاحظوا انه تقريبا المعدل هو 143 شخص بال 100,000. يعني العامل الوراثي بيلعب دور. العامل الوراثي بيلعب دور احصائيا بين 10 ل 15%. بس الاسباب الثانيه بعدها في علامات استفهام حواليها مسببات المرض. على الاكيد في ناس بيحكوا عن الاكل، في ناس بيحكوا عن امراض، عن سموم بنتنشأها يوميا. مرات بضمن بيئه العمل، يعني التعرض بيقولوا ايه تعرض لمادة الرصاص بنسبة عالية ضمن بيئة عمل معينة ممكن تزيد من احتمال، يعني اللي بالجيش مثلا او بال صح على الاكيد. ولاحظوا انه في كمان مجموعة من الفوتبولور يلي بيلعبوا فوتبول عالميا كمان 3-4 انصابوا بهالمرض. صح. ويلي بيعملوا بوكس، ريادة البوكس كمان عندهم استعداد ليعملوا هالمرض، وخاصة البيئة يلي عايشين فيها، يمكن الاكل، يمكن الدخان، المعامل، في اشياء مش بعدها واضحه مع عامل وراثي او عامل استعداد جينيتيك يعني داخل الانسان بيلقط هذا المرض. نعم. طب بدنا نشوف شو بيتغير. هو مشكله بالجهاز العصبي، يعني يمكن المشترك بينه وبين المالتيبل سكليروسيس او مرض التصلب اللويحي المتعدد انه مشكله بالجهاز العصبي، بس نشوف شو راح يصير بالخليه العصبيه وعشو راح تاثر. راح نشوف اول سلايد اللي هي منشوف على شمال الشاشة النورمال نيرف سيل أو الخلية العصبية الطبيعية، أوكي؟ صح. بالنسبة للتصلب اللويحي هي الإصابة هي بالمادة البيضة تبع الدماغ، يعني بنسميها سنترال نيرف سيستم ليجن، يعني بقلب الدماغ، بينما بالاي ال اس هي العصب يلي بيظهر من الدماغ. هو في شقفتين مثل شريطين كهرباء موصولين ببعضهم، الوحده اسمها ابر موتور نيورون واللور موتور نيورون، لانه هيدي بتصيب الاعصاب الموتور، يعني الاعصاب الحركه وليس اعصاب الاحساس. فاذا الاعصاب اللي لها علاقه بالحركه بالتالي بتاثر على العضل. بتاثر على العضل لانه هالعضل ما بقى عم يوصل له امبلس، ما بقى عم يوصل له امر اشاره من الدماغ بواسطه هالاعصاب، بيدوب هالعضل تدريجيا. يعني عم نشوف على شمال الشاشة العضل كيف هو طبيعي سميك عم بيصل له الإشارة عم بيتغذى حتى، وعلى يمين الشاشة بنشوف ضمور بالعضل نتيجة انه الخلية العصبية ما بقى عم تعطي إشارة وما بقى عم بتوصل له. صح. وما عم بيعني ياخد ما عم بيتغذى مزبوط اذا فينا نقول 100%. ولازم نركز للمشاهدين انه القصة منا بالعضل كعضل، القصة هي بالعصب اللي بيغذي العضل. صح. لأنه في أمراض بتصيب العضل طبعا، ميوباتي صح ديزيزيز. ولكن هيدي الخلية العصبية اللي
بتغذي العضل هي اللي صار فيها الضرر. رح انتقل لهيدي سلايد احسن كمان منشوف تعطي فكره اكثر، انه عم نشوف هون مثل نتورك، مثل شبكه على شمال الشاشه، كيف الخلايا العصبيه مثل اسلاك الكهرباء يعني متصله ببعضها وعم تعطي اوامر لهالعضله هيدي يشتغل. وبالتالي وين ببلش العوارض اول شيء؟ هلا هو في 80% ببلش بالاطراف بالبريفيرال، بسموه بريفيرال فورم، مشان هيك بنقول له جانبي. الجانبي لانه دائما ببلش ايسيمتريك، ببلش بطرف معين بعدين بينتقل للاسف لكل الاطراف. ايه 80% ببلش بريفيرال، يعني مثل هون فرجي حضرتك يا الايد يا الاجر اكثر شيء. ب 20% ببلش بالبلع، بنسموه بلبر فورم. وهيدي المشكله الكبيره، لانه للاسف يلي ببلش بالزلعوم الاشتراكات خاصة الالتهابات بالرية، بتشردها بنمونيا إلى آخره، بتصير كتير سريعة. وهون السرفايفل ريت بتصير كتير قليلة والوقت كتير قصير. بس هيدي 20% بسرعة. فقط نعم بتطور بسرعة وبصير بسرعة بالمستشفى على ريسبيريتور وإلى آخره، رح نحكي عنهم أكيد. لما ببلش بالأطراف شو منحس؟ عادة ما منحس بأوجاع، ما منحس بتنميل، منحس بضعف بعضل. يعني بيجي لعنا شخص بيقلنا هيدي الإيد ما عم تتحرك مزبوط. عادة نسيت أقول شغلة، إنه العمر ببلش فيه من بين الأربعين والستين، ولكن لازم نعرف إنه في أعمار كتير يونغ. أنا إجتني حالة للأسف وتوفت المريضة من 15 سنة، كان عمرها 22 سنة وتبلشت معها. وفي حالات كتير متأخرة بعد يعني الستين، بعد ستين وسبعين وثمانين، ولكن الميدل إيج هو بين الأربعين والستين. بس بيكون في إلها بوادر من قبل نقدر نحس فيها قبل بوقت؟ هو لهن البوادر، يعني بالبريفيرال فورم ببلش واحد إنه إيده ضعيفة مثلا أو إجره عم يشحطها، بيجي الشخص لعنا بيقول لي حكيم كأنه مش عارفين أطلع على الدرج مزبوط. هلا طبعا هذا التشخيص ببين بالوسائل رح نحكي عنها اكيد بعد شوي، ولكن ما بدنا دغري نفكر بهذا المرض، لازم نقيم الاحتمالات الاكبر. ما هل بدي اسالك يا لانه فيها نعالجها صح، لانه هيدا هاي العوارض مشتركه مع كثير مشاكل ثانيه، مع كثير امراض، يعني ما بالضروره يكون هيدا المرض، لكن هو بيكون من ضمن حساباتنا. كيف الفحوصات اللي بنكشف عنها؟ اول شيء ما نتاكد انه ما عنده ديس بظهره مثلا، اذا اجى عندنا شخص اجره عم بيشحطها ما نقول انه عنده يمكن ديس بظهره، اوقات في ديس بالرقبه بمنطقه سيرفيكال اريا فيها تاثر على الرجل. بعدين في امراض مثل بيسموها المياستينيا جرافيس، في امراض من وراء سموم تفرزها غده وراء الصدر هون، عاده هي بتختفي بعمر 3 4 سنين، واذا بقيت عم تفرز سموم توكسيك بتعمل امراض، مرض اسمه مياستينيا جرافيس، في بلش بضعف بالعضلات وبالاطراف. نعم. شو بنعمل، فحوصات دم ولا صوره؟ هلا الام ار اي مبدئيا صوره الرنين المغناطيسي للدماغ بالاي ال اس بالمرض الضمور الجانبي، تصلب الضمور الجانبي عاده ما بتبين فيها شيء الا ببعض الحالات، ب 5% في بسموها هايبر سينيال، ببين نقط بيض بمنطقه معينه من الدماغ، وب 95% الام ار اي از نورمال، يعني الصوره. فاذا شو الفحص، لانه الوقت عم بيداهمنا، كيف بنكتشفه؟ الفحص هو تخطيط العضل عاده. ببين بالعضل انه في اصابه بالابر او باللور موتور نورون او باثنين سوا. وحتى بهالفحص بنرجع بنعيده بعد 3 اشهر او 6 اشهر لنتاكد، لانه في مسؤوليه كبيره وقت الحكيم بده يخبر العائله انه عنده هذا المرض، يعني عم نعدم، بدنا نكون متاكدين، عم نعدم الشخص. رح نشوف التطور كيف بيصير، انه بيصير صعوبه بالمشي، صعوبه بالبلع، بالكلام، بالتنفس، يعني بنوصل لمرحله بنصير على الريسبيريتور، وللاسف ما في له علاج. هذا احد البيشنتس، وكنت خبرتني عن طبيب بلبنان، طبيب اطفال، وصل مع الاسف لهالمرحله، لكن كان بطل بهالشغله انه تفضلي انه قدر يعني بيكتب، بيستعمل عيونه، لانه هن بعدهم اللي قادر يحركهم مزبوط مثل هيدا المريض، يعني عم بيستعمل الكمبيوتر بيعطي الامر بالعين. هو الدكتور جميل صغيب، رح اسمح لحالي سميه على التلفزيون لانه صار كل الناس بيعرفوه، بنوجه له تحيه اكيد فعلا، لانه يلي عمله انجاز لبناني وعالمي. يعني كنا نقول الديس من لبنان، هذا بطل من لبنان، بطل بالفئه تبعيته، بطل بالمرض تبعه، يلي عمله شيء مش معقول. خلى الناس يعملوا، يصير عندهم امل بكل الامراض مش بس بهذا المرض. صح. يعني هالزلمه ارادته وصموده مثل يمكن لبعد 100 سنه ما بنشوف شخص مثله. نعم. بحيي لدكتور جميل الزغيري، ان شاء الله يكون عم يسمعنا. بحيي معك، واكيد من نحيي كل شخص مصاب بهالمرض، وان شاء الله تكون هالحمله تقدر يعني تساعد على تقدم الابحاث العلميه لفعلا نقدر نوصل لعلاج لهالمرض باقرب وقت أكيد. ممكن. اكيد. شكرا لك كاري، وشكرا لك دكتور. شكرا لك. بدنا نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكون مع خفيف نظيف وبروبايوتيك بلس.